انطلقت بداية الأسبوع الجاري الدراسة بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكافة، ليكون بذلك ثامن المؤسسات الجامعية بالجهة وبطاقة استيعاب تقدر ب115 طالباً. تحتفل جامعة جندوبة اليوم بالانطلاق الفعلي للمولود الجديد اللي هو المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف. هذا الانطلاق الفعلي، هذا المولود كان حلما وأصبح حقيقة. هذه أول مؤسسة في التكوين الهندسي راجع بالنظر لجامعة جندوبة، وهي معناتها كانت في ولاية الكاف. وسيتم في مرحلة أولى استغلال بعض الفضاءات بالمدرسة العليا للإعلامية، فيما ستكون الدراسة في 3 اختصاصات تهتم بالصناعات الغذائية وتثمين النباتات الطبية والعطرية. الاختصاصات الموجودة في المعهد تتناسب وخصوصية الجهة من حيث أجرو أليمونتير والأجرو بزنس. أنا نحب أنه الاختصاصاتنا الصناعات الغذائية تكون معناها تكون متوفر لها البيئة والمهندس اللي نجم يوصلها في الجيني دي بلونت ميديسينال واروماتيك. الجهه تزخر بعديد من النباتات والعطريه والطبيه اللي تنجم طلبتنا معناها باش تخدم عليها، ونجم نكسبلوتوها باش في استعمالات في عديد الاستعمالات كيف دونك في الجيني بيوميديكال. وينتظر ان تنطلق اشغال بناء فضاء خاص بهذه المؤسسه الجامعيه مع بدايه السنه القادمه لتكون جاهزه في غضون 3 سنوات.